السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فروى البخاري في صحيحه والترمذي في سننه من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه، سواء كان زواجاً أو سفراً أو تجارة أو دراسة أو غير ذلك، خير لي في ديني ومعاشي، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه كما تقدم، تجارة أو دراسة أو زواجاً أو ما أشبه ذلك، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجلي وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ابن أبي جمرة: والحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء لأن المراد الجمع بين خير الدنيا والآخرة، وهذا يحتاج إلى قرع باب الملك، وليس هناك أنجع من الصلاة لما فيها من تعظيم الله جل وعلا والثناء عليه والافتقار إليه حالاً ومآلا انتهى. أيها الإخوة الأفاضل، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرع تكرار الاستخارة، أي أنه يستخير مرتين وثلاث وأربع إذا لم يتضح له الأمر. وممن ذهب إلى ذلك الحافظ العراقي رحمه الله، وتبعوا في ذلك الشوكاني كما في نيل الأوطار، واستدلوا على تكرار الاستخارة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثاً، وقالوا: وإن كان، طبعاً هذا الحديث صحيح، وإن كان هذا الدعاء ثلاثاً في وقت واحد، إلا أن الدعاء الذي يأتي بعد صلاة الاستخارة تكرر صلاة الاستخارة كما تكرر صلاة الاستسقاء انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خاب من استخار وشاور المخلوقين وتثبت في أمره، فإن الله جل وعلا قال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم. وقال الشيخ محمد بن علي الزملكاني رحمه الله: إذا صلى صلاة الاستخارة فليفعل بعد ذلك ما بدله، سواء انشرح صدره أو لم ينشرح صدره، لأنه ليس في الحديث دليل على انشراح الصدر، لأن بعض الناس يظن أنه إذا صلى صلاة الاستخارة حتى يفعل أو يترك لابد أن ينشرح صدره أو يرى رؤيا، وهذا ليس بصحيح. الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه أنه يستخير الله جل وعلا في الأمر الذي يريده، سواء كان جازماً في فعله أم متردداً، فليست الاستخارة خاصة بالأمر الذي يتردد فيه يفعل أو لا يفعل، حتى لو كان هذا الأمر الذي يريده جازماً فإنه يستخير فيه، لأن الاستخارة ما هي؟ الاستخارة طلب التوفيق من الله، والنتائج لا يعلمها إلا الله. وكم من أمر ظن صاحبه أن فيه خيراً وفيه شر عظيم، وبالعكس كم من أمر ظن صاحبه أن فيه شر عظيم وإذا فيه خير عظيم. حسبنا في ذلك قول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد الاستخارة وثمراتها: أولاً
أنها دليل على تعلق قلب المؤمن بربه جل وعلا وقوة توكله عليه سبحانه. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثانيا أنها تزيد من ثواب المرء، تزيد من ثواب المرء، لأن الصلاة، لأن صلاة الاستخارة فيها صلاة وفيها دعاء. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الصلاة قال: الصلاة خير موضوع. ثالثا أن فيها مخرج من الحيرة والشك ومدعاة للطمأنينة وراحة البال، لأن المؤمن يفوض أمره إلى الله جل وعلا الذي أزمت الأمور بيديه سبحانه. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. رابعا حصول الخير ودفع الشر، لأن ما يقدره الله جل وعلا لعبده خير مما يقدره هو لنفسه، فالله جل وعلا أعلم بمآلات الأمور وأحوالها. خامسا حصول البركة في الأمر الذي سيقدم عليه، لأنه قال في الحديث: إن كنت تعلم أنه خير لي، ثم قال في آخره: ثم بارك لي فيه. والبركة ما حلت في قليل إلا كثر، ولا كثير إلا نفع. سادسا أن المرء قد يستخير الله جل وعلا في أمر صغير، أو يترك الاستخارة في أمر صغير لصغره، وقد يكون في فعله أو تركه ضرر عظيم، ولذلك شرعت الاستخارة في الأمور كلها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.